هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا بلعبة جديدة، لعبة اكسبيديشن زيرو او البعثة صفر. طبعا هاي لعبة رعب تعتمد على السرفايفل بشكل كبير، يعني عندك مهمات لازم تسويها ولازم تحاول تعيش مع وجود الوحوش حوالينك والشغلات الغريبة. طبعا اللعبة لساتها بالالفا فيرجن، فاللعبة لساتها قيد التطوير، فاحتمال يكون في شوية بقات. او صح، انا عبارة عن سوفيت انجينير او مهندس سوفيتي. This is it. In the search for the end, I'm returning to the place where it all began. كنا قاعدين عم ندور على شغلة وبعدين رجعنا على هالمكان. هو لازم ندور على الجنريتر كمان. واضح بدنا بصير برد. يا رب ما اضطر انزل بالمكان. حبدا. يا رب ما اضطر انزل هون لانه أبحث الأركود. نايس. انتراكت بالإف. I need plasma cutter to open this. Well shit. Let crowbar. بس أفوت هلا؟ لا. Needs power. أوكي. خلينا نشوف لو. بس أنا أفوت من هون؟ أتوقع إنه في عندي أمل إني أفوت من هون. استنى شوي. بالكروبر. I need an axe. أوكي. لازم ألاقي axe. بلاستيك؟ صح، نسيت بجمع موارد. فهلا اللي عم بدور عليه هو اكس، وهذا الجنريتر نيدز فيول. قاعد دايما اكيد بده فيول. هات شو نيد هامر. هذا هو الاكس. صح، لازم اشغل الضوء. هون في فيول. They deserve to know. يعرفوا شو؟ أها! كم هاي فيول أوريدي؟ في شي هون؟ لا. هانجر. صح، لازم أهتم ل شيت! لازم أهتم لدرجة حرارتي ولازم أهتم للهانجر تبعي أو جوعي. أنا بطلع لفوق بس. خليني أحط الفيول بالجنريتر لأنه في عندي سيكل واللي هو شو كثير منيح. يب، أحط الفيول هون. اشتغل. هلا بس انا فوت جوات البيت. انا خايف انه يطلع لي شي شغله فجأة. اول شي خليني اشوف شو في فوق. ها؟ باركيد اور اكزيت. اي نيد تو ريست فاست. اوكي، ما عليك. رايحين عند المدخل. ما في اي شي ورانا. موضوعنا ايزي. سكر باب. اوكي، بس بعد بسكر باب. نايس. The institute also created something useful. Nice. توقع بس انا اسوي من هدول شغلات. Work bench. What? هاي سرفايفل عيني عينك. خلينا نطلع لفوق. لازم اسوي المكان كوزي اكثر. شو هدول الشغلات؟ بدي هامر. من حلقة الهامر؟ ممكن هون. صار معي هيك هامر؟ لا. اوكي، لازم اخلي المكان منيح للنوم. تمبرتشر عندي اوكي. الاكل ما بعرف زياده عليه كيف المفروض اتعامل معاه. هذا شو؟ صوره. مع السلامه، معناته الله يرحمك. الراديو ما في عليه مسجز. بس ابعت انا المسجز. طيب. ستورج. نايس. انا عم بسمع شغلات ولا في شغلات؟ اتمنى انه ما يكون في شغلات. انا عم بسمع شغلات هيك من جيبتي. نيد تو ريست. اوكي، وين حرق؟ تشارجر. بسوي تشارجر الباتري تبعي. احسن اصنع منه شغلات. واير سكروب، شغلات غريبه. بس انا اسوي هاي واللي برنت معي وحده، وفي شغله ثانيه هاي اتوقع اللي بدي اياها. اوكي، باقي لي اخر قطعه للبلازما كتر ولسه باقي لها كثير وقت. فاللي حسوي، بما ان شخصيتي اوريدي تعبانه وسمعان شغلات، فلح انام سليب. وهيك بيطلع الماوس قدامي. لا، لسبب من الاسباب. لا، ما اتفقنا على هيك. اهدى، وين انا؟ ما اتفقنا على هيك. لازم اطلع على مكان. شيت، هالمكان هاي الصورة حلوة بس وين انا؟
قاعد دعمت. وين المفروض اروح؟ وين المفروض اتوجه؟ هروح لعند هاي. في شي هون كيس شبس هذا؟ لا مو كيس شبس، خده. هاي اماكن. اهلين، صور ناس. وات، وين انا؟ بكنيسة انا؟ لا ما اتوقع. لا اوه قاد دامت. يا الله الماستر الماستر ليش بنزل دم؟ وين دم هذا ولا مي؟ يا الله بس كانت حلوة. اوه في عندي مسج الين. اوه لازم اقرأ. single distress source unknown. وفا ما لحقت اقرأ شيء. What's happening here? I should go and investigate. هذا المكان اللي انا فيه حاليا، لازم اروح على الفارم او انا بالفارم. واحد من اثنين، حنكتشف قريبا. هل لسه ما خلص؟ كمان ماني مطول حتى اجيب بلازما كتر. لو جبت البلازما كتر اتوقع انه حجيب شغله منيحه من البدايه. يكون open the map by pressing. بعرف ما بعرف اذا هلا بعرف انه بس ام بيوديني على شغله. او لا تسوي ترافل، استنى شوي اهدى. تسوي ترافل بعدين تبهدلني. حاليا لح استنى لليوم الثاني. اوكي رجعت حاليا باليوم الثاني. طبعا اليوم الثاني كان قصدي بالحقيقه، ما كان قصدي باللعبه. وحاليا اللي بدي اسويه هو البلازما كتر. البلازما كتر حتسمح لي انه انزل على المكان اللي تحت. كمان سويها. اوه عم بسويها هون. وطبعا ما بعرف شو في تحت بس اتوقع انه حيكون شغله منيحه. ياس صار عندي البلازما كتر. حاليا حطلع. هذاك سوى شغله. اوكي سويت شغله بالغلط. احاول انزل هلا لتحت على هالمكان. something up. ها اوه something brought with me. اوكي اصدع لهدول. هلا بدي هدول. يا رب يكون في شيء وراي. انشغل فلاش لايت. هذا كان صوتي قبل ما افرم. لازم اعرف شو فيه. ولا شكله ما في كتير شغلات بس هاي شكلها شغلة منيحة. روتر. اوه في معدات هون. نايس. اوكي ما بعرف اذا حيفيدوني كتير هدول ولا لا، بس اللي حسويه هلا اتوقع انه لازم احرك من هالمكان. والطريقة اللي بتحرك فيها من هالمكان اللي هو المفروض انه اروح لهون هداك المكان واخذ هدول معاي صح؟ اتوقعني سويت ترافل هلا. ياب سويت ترافل. انا بمكان تاني، مكان تاني. استنى ليش موسيقى هيك؟ اوي 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 اغراضي لازم اشيلهم؟ لا 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 ما بدي ترافل شكرا. اها اوكي ما هسه نفتح الباب كله. ليش المكان هيك؟ حاسس كانه في شغلات عم تمشى هناك. ما بدي. اوه في جرنيد هناك. جماعة حموت 100% حموت. It's a propaganda leaflet. It says don't interact with the local wildlife under no circumstances. Right. If you could call that an interaction. المفروض ما اتعامل مع مع الوايلد لايف اللي هي الحيوانات. افوت جوا ولا اروح دغري؟ انا هروح دغري. اوكي هروح دغري. هروح دغري لهون. بدي اشوف شو في هون. بدي اعرف شو القصة. لأن 100% حموت. اوه هذا عبارة عن كهف. لازم كمان ورجي حالك، طلع حالك، وينك؟ لا تخبى. بعرف انك موجود. مسكت راسي انا ونايم. كان ممكن يكون جوات الكهف. طلع شيك على البيت اول شيء. It had to belong to a child. اها. عميك عن تخت هذا. لا تستهبل لا تستهبل. شو هذا؟ هدول تحت. اوه في واحد معاهم الهامر عم يوقف. ما شافني صح؟ تاني وقف رجع قعد. ها؟ رجع تاني قعد. قال لو رحت سلمت عليهم شو حيصير؟
اوكي اتوقع ما حيتحرك غير حتى انزل لتحت، فحاول اشيل الماتيريال من هون قد ما بحسن. بس انا اكمل كمان اروح الكهف بدونهم رايح لهم. These people were forced to leave this place at a young age. Why would they return? خيب راسه كبير. شو هالراس؟ شوف راس الزلمة، شوف راس المرة. اتوقع انه ضحوا بالولد. اتوقع ضحوا بالولد. حاش تطلع علي يا ابو راس انت. يول. بس هيك حتمشي جوات بيتهم اشيل الشغلات هاي؟ قاعد دايم على هالراس. ليش ما احسن مو عاجبني الموضوع انه بس انا اتخبى بهالمكان وفي ناس هون قاعدين عم مسوي شغله. اوكي لحد يلحقني بسكين. شكرا. في عندكم ابو كمان الاحلى. بدي هامر لهذا. This entrance is leaving them exposed. Maybe I can do something. اوه بدي احاول اساعدهم. مين ده هامر؟ قاعد دايم هامر. اشغلهم الجنريتر حيجيب صوت بس اشغلهم اياه. اوه هاي الهامر. كسر التلفزيون. شو الصوت؟ شو هذا؟ احاول اسكر لهم المكان للمساكين مشان يعدوا على راحتهم. ما اتوقع انهم مضرين هذول، هن بس راسهم كبير. اوكي اهلين بالابو اللي شكله حلو كثير. بلوكت فروم ذا اذر سايد. اي نيد تو فايند ذا واي اراوند. بلوك. اوه من هون عم يحكي. في كتير شغلات منيحة هون كمان. في بلاستيك. لو حتلعب هاي اللعبة ما بنصحك تسوي سبام للاف، لأنه بتسوي سبام للاف مرات بيصير هالشي، واللي هو إنه بيسوي على أساس إنه حيضرب كم ضربة وبس بكنسلها. فنصيحة اضرب بالاف شوي شوي. أوكي حسكر لهم هالباب كمان. لأني زعلان عليهم. لأنه معي كتير شغلات لازم أخفف من وزني. شغلت إنذار. كل شيء اللي بعرفه كان خيب. مستحيل اركض هيك. اوه ما بس انزل لازم لي الكترو جرابل مشان انزل لتحت، فلازم اسوي الالكترو جرابل. لسه بحسن اروح من هون كمان. خيب هالمكان اكبر من توقعته. هاي شجره، هاي شجره، هاي شجره، ما ما مو شيء، هاي شجره. اوه انا احاول افوت لعند الزلمه هذاك. شغله هناك 100%. ما سافوت لعنده، بدي افوت لعنده. واحد جوا هون. على كل حال هلا لازم ارجع على البيت مشان احط الايتمات مشان احسن اركض اقل شيء لو صار لي شيء. اوكي الليله الثانيه راح انام. يا رب ما يطلع لي شيء شغله غبيه ثاني. يا رب ما اكون بحلم جديد. اوكي الحمد لله ما جاني كابوس، بس اجتني مسج. اهلين راديو. اوكي ما في عندي مسج حتى. ورجعنا على نفس المكان. فريمات وقعت. في شيء غريب. في شيء هون. في شيء اختلف المنطقه. اوه شيت رسمي. هذا قاعد هذا شوي. ها محترق. هذا محترق. فتحوا الباب هذا. اتوقع انه كانوا حاسبين حساب انه لحد ارجع. يا هاد اهرب 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 اهرب. اتوقع انه طفاها. مدري وين الزلمه. ما بعرف وين الزلمه. ماني شايف اي شيء بنوب عن الوحش. بس 100% في واحد قاعد عم يصرخ. اوه اول شيء لازم اشغل الجنريتر، واللي قبل شوي جبت رميت فيول. ما حتفرق كثير. بس المصيبة انه لو الزلمة قاعد عند الجنريتر اصلا، واللي ما بعرف اذا هو اصلا زلمة ولا شو بالضبط. درجة حرارتي عم تنخفض. لازم نساوي شيء.
اتوقع انا اتوقع انه حمود. استنى طلعت لي شجرة قدامي، ما خفت من الشجرة. لا هاي اشتغل في زلمة هون ميت مرة تانية. لتحت. ما بحسن ما بحسن ما بحسن، عم يصير عتمة. لا لا بحسن بحسن، انا نازل لتحت. واحد في واحد هون، شو عم تساوي انت وراسك الكبير؟ اوكي حسحب عليه حسحب عليه حسحب عليه. في ناس فجأة هيك بتمشوا بهاي اللعبة. وين انا؟ وين 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 مين عم يتمشى؟ مين في؟ هذا واحد جاي لعندي؟ ما هو جاي لعندي. شت 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 شت، سمعان صوت رجلين كبيرة على اليسار على اليسار. ما في طريق الا اليسار هون. شو بدك مني يا زلمة؟ انت وراسك هل عني. اوه شت جا. باب مسكر نايس. هو ها شو القصة؟ هو هون. يا حفتح الباب. واه ادو لا اشت الله مسكني. ها شو صار؟ صحيت من الحلم؟ يب كان هناك، سويت رسبون على اخر تشيك بوينت لإلي والايتمات اللي لقيتها كلها ضاعت، فلازم ارجع افوت لهناك احاول. شت ما جبت معي شيء، هذا ما محتاج شيء بنوب. معي كل شيء. وينه؟ سمعان صوته. وات هذا هو. لا لا محمود محمود محمود، انا متخبي انا متخبي انا متخبي. لا ادعو ارجع 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 لحد الله. الموضوع جاهز اتوقع، هاي اللي حتخلي هذاك الزلمه يجي لهون. وعلى هو هالشي المفروض انه اكون انا بعيد عنه، بعدين هاي حتخليه يجي لعندها، واللي المفروض انه اكون لسيتني بعيد عنه، واحسن انزل لتحت بسرعة الا لو طلع بوجهي هلا دغري او يساري او هذا هو. انا ميت الحاني لسيته وراي. هذا هو عصيان. لا عشان لا هذا هو اكيد اكيد حيطلع اكيد. اخر مرة مسكني لما رحت من هناك، وهاي المرة اللي حسويه هو اني اروح من هنا عكس الطريق اللي رحته قبل شوي. صح انه اطول، بس اذا ما حيمسكني منه هيكون الموضوع اسهل. يب ما حيمسكني منه. مسكني مسكني مسكني. ازل تحت ازل تحت ازل تحت. سرعه سرعه، هذا هو جاي. نايس لحقت لا هذا كيف مسكني. اوكي هاي اخر محاولة، بعد هاي المحاولة حتوقع انه في بق بالموضوع او ما نمشي الحين الموضوع منيح لحتى لي احسن اكمله على الاغلب. اوكي نازل لتحت دغري، ما حستنى هلين ابو راس. ما بعرف شو عم تساوي انت هون، بس خليك هون. شو وصله شو وصله لهون بسرعة؟ شو وصله؟ رموت بعد عني. مستحيل يكون مستحيل. استنى شو هالزلم هذا؟ وات كيف عم بسمعه هيك؟ شو بدي من هالمكان؟ هاي اول شيء برنت. اوكي اكزت. هذا اللي حيعطي صوت على هو الصوت، المفروض يكون الزلم وراي اوريدي او هذا هو. سكر 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 سكر. هاي كانت هايد صح؟ لا ما كانت هايد ما كانت هايد. مستحيل يكون فوقي. كيف شمني هو فوقي؟ كيف؟ اوكي في باق بالموضوع. ياب رسميا في باق.
في باق رسمي. بابا ما اتوقع اني احسن امشي من ورا هذاك البني ادم. موضوع شبه مستحيل رسميا. الموضوع شبه مستحيل. بحسن يسوي لي تعقب من هو فوقي رسمي. بحسن يسوي لي تعقب. كيف صارت هاي؟ على العموم بالحالتين لعبة حلوة في لها مستقبل كبير. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك، تشترك بالقناة، لا تنسى انه هاي اللعبة لسيتها بالالفا. وبصراحة لعبة حلوة، اتوقع ان الفكرة كثير حلوة كمان. على العموم هذا كان كل شيء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولو انت بتستمتع بهاي الشغلات وحاب تدعمني لا تنسى الانتساب بالقناة، بيساعدني كثير. ومع السلامة.